هلا مشاهدينا مع اهم انباء المال والاعمال. مجموعه من الاخبار الاقتصاديه بصحبه مصطفى ميزار، اليك مصطفى. شكرا محمد عبد وشكرا ايمان منصور. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله جديده من اخبار المال والاعمال في نشره التاسعه. أكدت الحكومة المصرية أن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز الإبقاء على التصنيف الائتماني المصري كما هو دون تعديل عند مستوى بي مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته كذلك على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة. أوضحت الحكومة أن مؤسسة ستاندرد أند بورز أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري إلى توقعها باستمرار التزام الحكومة ومصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتي من شأنها الدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة لتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط. قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية. جاء ذلك خلال الاجتماع والذي تعقده بشكل ربع سنوي لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين عند 8 جنيهات للتر لبنزين 80 وعند 9 جنيهات و25 قرش للتر البنزين 92 وعند 10 جنيهات و75 قرش للتر البنزين 95 وعند 7 جنيهات و25 قرش للتر السولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن. افتتح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا محطتي غاز جديدتين بمدينة نصر والتجمع الخامس وتم تطويرهم بالكامل ضمن خطة انتشار محطات التمويل بالغاز الطبيعي وذلك لزيادة أعداد المستفيدين من تلك الخدمة الحضرية والاقتصادية. أكد الملا على أن المحطتين تأتيان دعما لجهود التنمية والعمران بالمنطقتين وركيزتين جديدتين ضمن سلسلة محطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود التي تمت مضاعفتها بواقع ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في نهاية عام 2020. في إطار استراتيجيتنا للتوسع في تحويل السيارات العمل بالغاز الطبيعي كوقود نظيف وكوقود متوافر في مصر وكوقود أقل تكلفة من البنزين للمواطن ولقائد المركبة وأصحاب السيارات. فإحنا طبعا في إطار الاستراتيجية والسياسة أن احنا نوصل لألف محطة، فإحنا النهاردة بنتكلم في حدود 800 محطة بيتم تشغيلهم، وإن شاء الله حبينا أن احنا ندي هذه الصورة بحيث أن احنا نطمن قائدي المركبات ان هم يحولوا العربيات بتاعتهم، سيجدوا محطات منتشره في كل مصر سواء على الطرق السريعه سواء في المدن سواء في العواصم بتاعت المدن. تواصل مبادرة ابدأ عملها على دعم الصناعة حيث تم إنشاء مصنع جديد يعد الأول في مصر ويعمل على توطين صناعة المحركات والمولدات بمدينة بدر. بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية ودعم الصناعة المحلية انطلقت مبادرة ابدأ لتحقق أهدافها بدعم إنشاء مصنع هو الأول في مصر والذي عمل بشكل أساسي على توطين صناعة المحركات والمولدات تحت مظلة شركة تكنولوجيا الطاقة المتخصصة بمدينة بدر. هي الفكرة فندم كانت حلم بالنسبة لنا كمجموعة مهندسين مصريين بنعمل خارج مصر في الصناعة لعشرات السنين. احنا الفكرة الدولة هي اللي ساعدتنا ان احنا ننفذها بقانون استثمار وتغييرات في خريطة الاستثمار في مصر وتشجيع للاستثمار في مصر وتوطين صناعة المنتجات المصرية. مولدات الطاقة الكهربائية العاملة بمحركات الديزل بيكون في اجزاء منها مستوردة من بره كمحرك الديزل ومولد الكهرباء المترددة،
ده بيجي يكون مستورد من خارج مكون اجنبي. وعندنا اجزاء كتير جدا بتتصنع في مصنعنا هنا، زي الشاسيه اللي بيتحط عليه بيتجمع عليه بقى الانجن اللي هو المحرك مع المولد. المصنع يعمل بطاقة انتاجية تصل ل 2000 مولد سنويا، وبخامات مصرية تصل ل 50% من اجمالي المنتج النهائي. وتتميز المولدات المصرية بعملها اما بالديزل او الغاز الطبيعي، او حتى المولدات الهجينة التي تعمل بالغاز والديزل، وبعض منها يعمل بدمج لخلايا الطاقة الشمسية، مما يجعلها صديقة للبيئة بنسبة كبيرة. بنشرف هنا على الانتاج من مرحلة الإنتاج، من المقص للتنال صناعة الكباين لتجميع المولدات. أنا بتجيلي لوحة بجمع لوحات الخاصة بالجنريتور، تمام، تحكم في المولد بشكل عام، تشغيل وتبطين والحمايات بتاعته والتثبيت السرعة عند ار بي ام 1500 والسايكل 50. مبدئيا خدمة ما بين المنتج عندنا لازم تبقى ركيزة أساسية، ألا وهي إن أنا بحقق له الضمان، مدة ضمان وتغطية كبيرة جدا من المنتج اللي انا بقدمه، خصوصا ده منتج مصري معمول بايدي مصريه، فاللي بيقدم الخدمه هو برضه شخص مصري بيحافظ على المنتج بتاعه وسمعته. المبادره تستهدف بحث سبل دعم الصناعه وزياده الانتاج المحلي كمصنع سي بي تي، والذي يجعله ينعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل، وهو ما يعد عنصرا هاما لجذب المهارات المصريه بالخارج والداخل من مهندسين وعماله. نقل للتكنولوجيا وتوطين للصناعه المحليه، هدف تسعى له الدولة بإنشاء المصانع المختلفة وتيسير أمور تشغيلها عن طريق فتح آفاق استثمارية جديدة وتشجيع المنتج المحلي ليطابق أفضل المعايير العالمية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمي لتصل إلى 1627 دولارا للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 955 جنيه للجرام، بالنسبة لعيار 21 وصلت قيمته إلى 1114 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1273 جنيه، وأخيرا الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 8912 جنيه. حذرت المفوضية الأوروبية الحكومة الألمانية من مشروع استثمار صيني في محطة ميناء هامبورغ، وكشفت المصادر الصحفية الألمانية عن أن المفوضية الأوروبية أصدرت رأياً سلبياً باعتبار أن استثماراً كهذا قد يتسبب بتسريب معلومات حساسة عن نشاط الموانئ إلى الصين، ويبقى هذا الرأي رأي المفوضية الأوروبية استشارياً فقط، إذ أن القرار النهائي في يد الحكومة الاتحادية الألمانية، وميناء هامبورغ هو الأول ميناء تجاري في ألمانيا والثالث في أوروبا بعد روتردام في هولندا وأنتورياربي في بلجيكا. وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة، نعود لاستكمال ما تبقى مع محمد عبدو وإيمان منصور. شكرا لك مصطفى.